في طالب في استراليا اسمه احمد المحيميد قام بعمل بطولي وانقذ شخص من الغرق في مدينة ملبورن خاطر بحياته بعد ان دخل المستشفى اثر ذلك. انا بقرا لكم بيان السفارة السعودية في كامبرا وبقول لكم وش اللي قيل عن احمد. قام الطالب احمد المحيميد وهو مبتعث في مدينة ملبورن بالمخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص من الغرق، وقد دخل المستشفى على إثر ذلك، والذي خرج منه لاحقا يوم الأحد 4/5/1439. وروى الطالب في اتصال مع السفارة تفاصيل الحادثة، حيث ذكر أنه كان في نزهة مع أصدقائه حول نهر الدوكلاند في مدينة ملبورن، وفي حوالي الساعة 9 مساء سمع صوتا يطلب المساعدة، وعند ذهابه لمصدر الصوت وجد شخصا في وسط النهر يطلب النجدة، ولم يتردد الطالب في القفز في النهر والسباحة باتجاه الشخص الغريق لإنقاذه بالرغم من وجود سمك القرش في المنطقة، وقام بسحب الشخص لبر الأمان. وذكر الطالب أن ما قام به يمثل أخلاق ومبادئ المجتمع السعودي المتعايشة مع الجميع هذا، وقام سعادة القائم بالأعمال بالاتصال بالطالب للاطمئنان على صحته وتلمس احتياجاته وشكره على عمله البطولي المتمثل في إنقاذ نفس من الموت المحقق. كما قام وفد من الملحقية الثقافية بزيارة الطالب والاطمئنان عليه وتلمس احتياجاته. هذا تؤكد السفارة بأن الطالب المحيميد قد خرج من المستشفى ويتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية له ولجميع المواطنين المتواجدين في أستراليا. كم معنا أحمد؟ الواجب يكون معنا، بس الحين عندهم أظن الساعة 4 أو 5 الفجر، ولذلك أحمد عنده أظن دراسة، فإحنا كنا ما نبي نفتن عن دراسته، لكن معي زميلة من أستراليا سليمان السيف. حياك الله يا سليمان. الله يحييك أخوي عبد الله. طمني أول شيء على أحمد، وعشان بس الناس يعرفونه بصحة وسلامة، مو بأنه يعني أنه رجل نايم الآن بس. بشركم الحمد لله، أنا كنت مع أحمد أثناء حدوث الحدث. إيه. وكنت معه لحظة بلحظة أثناء الإنقاذ وأثناء الانتقال للمستشفى في سيارة الإسعاف. الحمد لله بشركم أحمد طلع من المستشفى ويتمتع بصحة وعافية الحمد لله، والحمد لله هو الآن في شقته في ملبورن. ونشكر الجميع ونشكركم على المداخلة أولا، ونشكر الجميع على حرصهم وسؤالهم، وهذا شيء غير مستغرب عليكم. طيب سليمان، لو تروي لي بس القصة، أنه النهر كان خطير وأنتوا جالسين حول النهر والصوت هذا نعم. بالليل، فمخاطر أنك تنزل، علمني بس القصة تعطيني إياها. أنا سلمك الله كنت في زيارة لأخوي أحمد. أحمد قريبا راح يتزوج بعد أسبوعين إن شاء الله، فطلب مني أحمد أني أزوره. كان يوم الأحد قبل المغرب تقريبا بنص ساعة. جلسنا طبعا في شقة أحمد تقهوينا، بعدها نزلنا نتمشى على المرفأ، مرفأ السفن. بعدها تقريبا جاء وقت صلاة المغرب، صلينا. بعد ما صلينا جلسنا على المرفأ، فجأة سمعنا صوت واحد يصارخ يركض مفجوع ويصارخ، وكان ينادي بصوت عالي هيلب هيلب. توقعنا ان الشخص هذا يعني سقط ابنه ولا بنته الصغيره داخل في الماء. أيه. بعدها احمد بدون اي تردد بدا يركض باتجاه الرجل، ولحقنا احمد. احمد نزل وسط المويه بعد ما نزل محفظته واغراضه الشخصيه، وبدا يسبح داخل الماء. المكان عميق جدا ومكان خطير، وكما يعني ذكر الأخوان وذكر الشرطة الأسترالية أنه في أسماك قرش في المكان، وهذا المكان يعني غير قابل لنزول أي شخص بشكل طبيعي، إنما هو مرفأ للسفن. إلا أي نعم. طيب بعدها أحمد حاول يطلع الرجال. طبعا تفاجأ أنه الغارق في النهر ما هو طفل، إنما رجل كبير وجسمه ضخم جدا. وتقريبا وزنه يعني ممكن 120 حسب تغطية التلفزيون الإسترالي، أو في الحدود هذه. أحمد طبعا ما قدر إنه يرفع الرجال، حاول أكثر من مرة إنه ينزل ويرفعه، وكل مرة يحاول فيها يطيح الرجال. حاولنا إن أنا بالنسبة لي حاولت أمد يدي ومعي اثنين من الأخوان السعوديين، ولكن المتجمهرين حول الحادث كانوا يتفرجون.
غير طبعا السعوديين، ما كان في غيرنا أنا وأحمد وزميلنا أيضا أبو عبد الرحمن العنزي. فبعدها حاولنا نشد الرجل بعد ما صوتنا للجميع أنه نحتاج مساعدتكم، تقدم كذا شخص وساعدنا وانتشلنا جثة أو جسم عفوا الغريق. بعد ما انتشلنا جسم الغريق حاولت أني أساعد أخوي أحمد أنه يطلع من النهر، فكان تقريبا تعبان جدا مجهد وعضلاته يعني تقريبا متعبة، فما يستطيع أنه يشد جسمه. حاولنا نسحبه، بعد ما سحبناه سقط على الأرض في منطقة المارينا. حاولت أني أتكلم معه كأن أحمد يفقد الوعي. سبحان الله الموقف كان جدا جدا مؤثر. كنت أنظر للأسترالي اللي أنقذ أحمد يستعيد الحياة، وكان يلفظ بعض الماء اللي شربه، بينما أحمد كان في غاية الـ يعني التعب والإجهاد. كم جلس بالمستشفى أحمد؟ كم جلس بالمستشفى؟ أحمد جلس تقريبا ليلة الأحد إلى تقريبا إلى منتصف الليل. بعدها طيب. قرر الطبيب أنه يطلعه وبعد ما أجروا للفحوصات. والله سليمان، أحمد اللي عمله سواه أيضا قبل مبتعثين سعوديين في أغلب المناطق الابتعاث اللي كانوا موجودين فيها، اللي سواه أحمد مهم غريب عليه من عيال هذا البلد الوفي. أنا شاكر لك يا سليمان، بلغ سلامنا لأحمد ونعمة التربية لأحمد وجميع الطلاب اللي معاكم هناك، بيض الله وجيهكم خير من يمثلنا يا سليمان. إن شاء الله وجيهكم أيضا. شكرا جزيلا لك سليمان السيف. الله خير على المداخلة وعلى حرصكم وعلى تغطية الحدث إعلاميا. أخوي أحمد قام ببطولة ونشكركم على المتابعة. إحنا هذا واجب. ونشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في كامبرا. صحيح. ممثلة بالقائم بالأعمال. إحنا قرينا بيان السفارة والقنصلية أيضا، بحيث أنه نأكد العمل البطولي اللي هو قام فيه. شاكرين لكم مقدرين. سليمان السيف زميل البطل أحمد المحميد، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.